مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين، عنوانان يشيران لذاكرة مرة وحكايات حزينة تعود لزمن الديكتاتورية الذي أذاق العراقيين ما لم يذقه غيرهم. أنشئت مؤسسة الشهداء عام 2006 على وفق التشريع رقم 3 بتاريخ 1 من آب عام 2006 لتكون الجهة الرسمية الوحيدة التي تعنى بذوي شهداء جرائم البعث المباد وشهداء وجرحى الحشد الشعبي وضحايا وجرحى الإرهاب. وخلال السنوات التي مرت أصدرت ورعت المؤسسة آلاف العوائل من ذوي الشهداء وصرفت لهم رواتب تقاعدية وقدمت الرعاية أيضا لجرحى الحشد الشعبي ولم تنس شهداء الإرهاب. وقبل أيام أعلنت دائرة شهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء شمول المخطوفين بقانون المؤسسة، وإن الفقرة 7 من المادة 13 من التعديل الأول لقانون 57 لسنة 2015 عملت المفقود والمخطوف معاملة الشهيد إذا جرى ذلك نتيجة عمل إرهابي، وأن المؤسسة استحدثت لجنة فرعية في قضاء الفلوج لتكون ثالث لجنة تفتح بعد لجنتي الرمادي وراوة، وستسمح بترويج أهالي المخطوفين والمفقودين معاملاتهم. ماذا عن مؤسسة السجناء السياسيين؟ هي مؤسسة أخرى تثير المواجع كلما ورد اسمها، فهي مسؤولة عن حقوق من تعرض للسجن لسبب سياسي أثناء العهد المباد، وأغلب هؤلاء ضاعت حقوقهم آنذاك وفصلوا من وظائفهم وتعرضوا لظلم فادح، والمؤسسة تعمل على استعادة بعض تلك الحقوق أو تعويضهم عما فقدوه. نعم، مؤسسة الشهداء وتوأمها الخاصة بالسجناء السياسيين مؤسستان تثيران المواجع وتمثلان ذاكرة مرة يحتفظ بها آلاف العراقيين.